16 حمل في طياته مخاوف كثيرة، منها العسكرية والسياسية ولعل أخطرها الاقتصادية المتمثلة بالأزمة المالية التي يمر بها العراق، ومن المتوقع أن تزداد شدتها في هذا العام، وتثار الشكوك حول عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها أو ربما إفلاس العراق بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات السابقة وحتى الحالية. موازنة 2016 تواجه أزمة حقيقية، يعني احنا اكو ارقام على الورق، ولكن من اين تأتي الموارد؟ لا سيما احنا نراقب اسعار النفط انه هو في هبوط مستمر مع انخفاض الايرادات الاخرى. اللجنة المالية في البرلمان العراقي رجحت لجوء الحكومة العراقية الى بيع عقارات الدولة لمواجهة عجز الميزانية والازمة المالية الكبيرة التي تمر بها البلاد، حيث تحتاج حكومة العبادي الى ملياري دولار هذا العام لتمويل مواجهة الازمة الانسانية التي فجرها قتال تنظيم داعش. نحن نواجه أزمة اقتصادية بسبب انخفاض الأسعار وعدم توفر السيولة الكافية لدعم وإعمار هذه المناطق بالسرعة الممكنة. تعتمد الحكومة ونعتمد جميعا على المنح الدولية. الانخفاض في أسعار النفط ألقت بظلالها على موازنة العراق، إذ إن واردات النفط وفقا للأسعار الراهنة ومع تكاليف الإنتاج العالية التي تأخذها الشركات بسبب جولات التراخيص النفطية لم تعد كافية لتغطية نفقات الحكومة الخيالية ورواتب موظفي الدولة، وبدأت تتجه نحو التقشف المزعوم، وبالتالي سيضطر العراق للاقتراض الخارجي. الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق جعلت حكومة العبادي تفكر ببيع أملاك وعقارات الدولة لسد العجز الحاصل في الميزانية. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.